الحكايه هذه تاع البي مي 45 معروفه عالميا ومعروفه بمدينه الصيف، يعني بلا ريجيون تاع سيتيف. هذه واحد ما يجهلها، هذه بلا ما نقولها للناس الصيف. هذا دوك تحكم طفل صغير يعرف الوي مي 45. الوغ لا كيفاش باش نقولوا لاهل الصيف، هما عاشوا التظاهره هذه وعاشوا المجزره هذه. انا نقول لهم الحمد لله المدينه هذه معروفه ونصهم شهداء ونصهم مناضلين. الله يحفظ هذه المدينه، ومدينه الصيف عندها تاريخ وعندها حضاره وعندها رجالها. نتمنى لهذه المدينه هذه يتهلاو في المدينه هذه ويهزوا راسها ويهزوا تراثهم ويهزوا ثقافتهم، لان المدينه هذه معروفه في الشرق الجزائري. نتمنى كل خير ونتلاو في مدينتكم.